مشاهدينا في كل مكان، مساءكم سعيد، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج البلاد اليوم. سنتكلم فيها عن الحصيلة التي أعلنت قبل قليل فقط بخصوص انتشار كورونا فيروس في الجزائر، في العالم كذلك. سنلقي نظرة عن آخر الأعداد الإحصائية التي سجلت مثلا في إيطاليا، أكثر من 830 وفاة في يوم واحد، مع تسجيل ملاحظة انخفاض في عدد الحالات المسجلة يوميا بعدما بلغ في مرحلة ما 9,000 و10,000 حالة جديدة في إيطاليا. اليوم هو يتراجع إلى 4,000 حالة يوميا. فسنبحث في تطور هذه الأعداد وهذا الانخفاض، وسنتكلم كذلك عن الوضع في فرنسا التي قد تتجاوز عدد الوفيات المسجل في الصين، وبذلك ستتراجع وتتدحرج الصين في ترتيب الدول من حيث الوفيات فيما يتعلق بفيروس كورونا إلى مرتبة رابعة وربما خامسة وسادسة في الأيام المقبلة. في الجزائر الحصيلة اليوم الأعداد الرسمية تتحدث عن تسجيل 132 حالة جديدة في يوم واحد فقط، وهو أكبر عدد، وهو عدد قياسي يسجل في الجزائر، هو العدد الأكبر الذي سجل في يوم واحد فقط بعدما تم تسجيل 50 و60 و70 حالة. اليوم 132 حالة جديدة في يوم واحد فقط. فيما يتعلق بعدد الوفيات كذلك حصيلة قياسية في الجزائر، نتحدث عن 9 وفيات جديدة في الجزائر فقط. الإجمالية اليوم هو 44 حالة وفاة، وإجمالية الإصابات 716. قبل أن ننطلق في النقاش مشاهدينا، نتوقف عند هذا الجدول، عند هذا الرسم البياني الذي تعده وزارة الصحة عبر موقع خاص مخصص لرصد انتشار وباء كورونا. الأعداد الرسمية تتحدث مثل ما تشاهدون 716 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 39 ولاية في الجزائر، وبالتالي عدد الولايات تقريبا يقترب شيئا فشيئا من أن تنتقل يعني ينتقل الفيروس إلى 80 أو 90% من الولايات. 37 حالة شفاء، العدد ليس محيا في الجدول مثل ما تتابعون، لأن وزارة الصحة كانت أعلنت عن 46 حالة شفاء منذ انتشار الفيروس في الجزائر. نقرأ من ناحية كيف تتوزع هذه الإصابات وهذه الوفيات عبر الولايات مشاهدينا. الولاية الأولى الأكثر تضررا هي ولاية البليدة ب 294 حالة إصابة مسجلة. عدد حالات الشفاء هو 37 حالة شفاء، وعدد الوفيات هو 14 حالة وفاة في ولاية البليدة فقط. تأتي بعدها في المرتبة الثانية ولاية الجزائر العاصمة. ولاية الجزائر العاصمة 0 حالات الشفاء، إجمالي عدد الحالات المصابة هو 125 حالة إصابة، وعدد الوفيات هو 4 حالات وفيات. تأتي بعدها ولاية وهران، إجمالي عدد الإصابات في وهران هو 44 حالة إصابة، وعدد الوفيات هو 3 وفيات، وعدد حالة الشفاء هو 0. تأتي في المرتبة الرابعة ولاية تيزي وزو ب 29 حالة إصابة بكورونا فيروس، 4 وفيات و0 حالات الشفاء. تأتي بعدها ولاية بجاية كذلك ب 26 حالة إصابة بوفاتين ب0 حالات الشفاء. بعدها تأتي ولاية سطيف ب 19 حالة إصابة بوفيات بوفاتين وبحالتي شفاء. تأتي بعدها كذلك ولاية تيبازا 18 حالة إصابة في ولاية تيبازا بفيروس كورونا كوفيد 19. أما عدد الوفيات في ولاية تيبازا فيقدر ب لغاية الآن لم يظهر الرقم، وفاتين في ولاية تيبازا وحالة الشفاء 0. بعدها ولاية المدية ب 17 حالة إصابة في ولاية المدية، عدد الحالات التي توفيت في ولاية المدية ولايتين والشفاء 0. بعدها ولاية عين دفلة 13 حالة إصابة بوفاة واحدة و0 حالة الشفاء. بعدها ولاية تلمسان ب 12 حالة إصابة، 0 وفاة و0 حالة الشفاء. بعدها ولاية برج بوعريريج ب 11 حالة إصابة بوفاتين وبصفر حالة الشفاء. بعدها ولاية بومرداس
بتسع حالات مؤكدة بكورونا فيروس بحالة وفاة وحيدة ولا حالات الشفاء. بعدها ولاية مستغانم بثماني حالات مصابة مؤكدة في مستغانم. عدد الحالات التي شفيت في مستغانم حالة واحدة وعدد الوفيات حالة واحدة فقط بحسب الأرقام الرسمية دائما. ولاية سكيكدا بثماني إصابات وبثلاث حالات شفيت وبصفر وفيات. ولاية قسنطينة بعدها بثماني إصابات هي الأخرى لكن مع تسجيل ثلاث وفيات وصفر حالة الشفاء. بعدها ولاية شلف بحسب الأرقام الرسمية دائما سبع حالات مصابة. إلى غاية الآن لم تعلن عن الوفيات وعن حالات الشفاء في ولاية شلف بحسب الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة. ولاية معسكر بسبع حالات مصابة بحالتي شفاء وبصفر حالات في الوفيات. ولاية واتسوف بسبع حالات مصابة بوفاتين وبصفر حالات الشفاء. ولاية البويرة بست حالات مصابة بحالة شفاء واحدة ولم يعلن عن حالة الوفيات بحسب ذات المصدر بحسب هذا الموقع مشاهدينا. ولاية سيدي بالعباس ست إصابات بالفيروس صفر حالات الشفاء وصفر حالات الوفاة. ولاية عنابة بعدها بست إصابات بصفر شفاء وصفر وفاة كذلك. بعدها ولاية الطارف بأربع إصابات صفر شفاء وصفر وفاة. بعدها ولاية جيجل بصفر صفر شفاء وصفر وفيات كذلك. وبعدها ولاية قالمة بثلاث حالات إصابة بصفر وفاة وصفر شفاء كذلك. بعدها ولاية سوقهراس بثلاث حالات مؤكدة لا شفاء ولا وفاة في سوقهراس بحسب هذه الأرقام الرسمية. بعدها بسكرة كذلك بإصابتين لا شفاء ولا وفاة في ولاية بسكرة. بأم البواقي حالتين كذلك لا شفاء ولا وفاة بحسب هذه الأرقام. عين تيموشنت كذلك بحالتين صفر وفاة وصفر علاج. في ولاية خنشلة حالتين مصابتين بالفيروس كذلك حالة وفاة واحدة وصفر حالات الشفاء. أدرار هي الأخرى سجلت حالتا أو سجلت حالتي إصابة بالفيروس صفر شفاء وصفر وفاة. في ولاية باتنا أيضا تم تسجيل حالتين للفيروس بصفر شفاء وصفر وفاة. بعدها ولاية تسمسيلت بحالتين بصفر شفاء وصفر وفاة. ولاية الجلفة أيضا بحالتين مصابتين بالفيروس لا شفاء ولا وفاة في ولاية الجلفة. ولاية ورقلة أيضا بحالة واحدة هذه الحالة متواجدة بالمستشفى. ولاية المسيلة حالة واحدة أيضا بحسب هذه الأرقام الرسمية تم تسجيلها وهي الحالة التي تتواجد بالمستشفى. ولاية إليزي أيضا حالة واحدة الحالة تتواجد بالمستشفى. ولاية الأغواط كذلك الحالة الواحدة تتواجد بالمستشفى. ولاية غردية كذلك الحالة الواحدة تتواجد بالمستشفى. ولاية غليزان حالة واحدة تتواجد بالمستشفى. ولاية وبعد ذلك تأتي الولايات التي لم تسجل أي إصابات إلى غاية الآن. الولايات التي لم تسجل أي إصابات إلى غاية الآن هي ولايات ميلا، بشار، تندوف، البيض، تيارة، تبسة، تمنراست، النعامة وسعيدة. هذه الولايات فقط التي لم تسجل حالات مصابة بكورونا فيروس وباقي الولايات كلها سجلت إصابات بالفيروس. قبل أن أتحول إلى إيطاليا ونقرأ ونستفسر عن هذا الانخفاض المسجل في عدد الحالات المصابة لكن عدد الوفيات لا يزال مرتفع في إيطاليا مشاهدينا لا بأس أن نتوقف عند خارطة كورونا فيروس العالمية. الترتيب تراجع مثل ما شاهدناه يوم أمس. الصين ليست هي الدولة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة من ناحية الوفيات مشاهدين من ناحية الإصابات. كذلك هنالك الولايات المتحدة الأمريكية وهنالك إيطاليا وهنالك إسبانيا أيضا التي تسجل عددا كبيرا من الإصابات. نقترب شيئا فشيئا من المليون مصاب وهو رقم مخيف. 830 ألف مصاب بالفيروس عبر العالم، 40 ألف حالة وفاة و177 ألف حالة شفاء في 205 دول عبر العالم. الترتيب هو كالتالي: ولاية المتحدة الأمريكية 176 ألف و518 حالة إصابة، 3431 وفاة،
و6241 حالة شفاء في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تجاوزت الصين في من ناحية الوفيات. إيطاليا بعدها ب 105,000 حالة إصابة، ب 12,428 حالة وفاة. بعدها إسبانيا ب 94,000 حالة إصابة وب 8,269 حالة وفاة. وبعدهم تأتي الصين التي كانت أول بؤرة ظهر فيها كورونا فيروس ب 81,000 إصابة وب 3,305 حالة وفاة. بعدها ألمانيا، ألمانيا تقترب شيئا فشيئا من تجاوز الصين في عدد الإصابات، 70,000 إصابة، لكن عدد منخفض جدا مقارنة بالدول الأخرى، 734 حالة وفاة فقط في ألمانيا. بعدها إيران ب 2,898 حالة وفاة. بعدها فرنسا ب 3,000. فرنسا إذا سجلت اليوم 300 حالة وفاة فستتجاوز الصين من ناحية عدد الوفيات، لكن بعدد حالات المصابة أقل، 44,000. بريطانيا ب 25,000 حالة إصابة و 1,789 حالة وفاة. سويسرا 16,000 حالة إصابة و 432 حالة وفاة. تركيا هي الأخرى تتقدم في جدول الترتيب، 16,000 بعدما كانت يوم أمس في حدود ال 11 و 12,000 إصابة، اليوم سجلت أزيد من 4,000 إصابة في تركيا هي التي تتطور، سجلت أكثر من 3,000 حالة إصابة و 214 وفاة فيها الإجمالي. بعدها بلجيكا وهولندا والنمسا. الجزائر لا زالت الجزائر الآن وصلت إلى الجدول الثابت، بعدما كنا نشاهدها فقط في الجدول المتحرك، الجزائر اليوم تشاهدونها في الجدول الذي يظهر الدول وهي ثابتة في عدد الإصابات، ب 716 حالة إصابة ب 44 حالة وفاة. ها اليوم لأول مرة تم وضع الجزائر في الجدول الثابت، كانت دائما ما تظهر في أقصى الشاشة في الجدول المتحرك. مشاهدينا تحول الآن إلى روما، إلى إيطاليا، إلى الدولة التي تحصي أكبر عدد من الوفيات، إلى البروفيسور فؤاد عودة وهو رئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا وهو رئيس الرابطة الطبية كذلك. طيب قبل ذلك نشاهد هذا الجدول الذي يحصي والذي يظهر عدد الولايات في الجزائر المصابة والأكثر تضررا بكورونا فيروس. البوليدة في الجزائر، ثم وهران، تيزي وزو، بجاية، سطيف، تيبازا، المدية، عين دفلة، تلمسان، برج بوعريريش، بومرداس، مستغان، مسكيكدا، قسنطينة، شلف، معسكر الوادي، البويرة، سيدي بالعباس، عنابة، طارف، جيجل. والولايات التي سجلت بها من حالة إلى حالتين هي 28 أو تحصي 28 حالة. تحول إلى روما، إلى إيطاليا، إلى رئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا البروفيسور فؤاد عودة، هو محاضر أيضا بجامعة روما بجامعة بافيا وهو كذلك رئيس الرابطة الأوروبية الطبية الشرق أوسطية. أهلا وسهلا بك بروفيسور، أشكرك جزيل الشكر على التواجد معنا وعلى تلبية الدعوة، شكرا جزيلا لك وأهلا بك. مساء الخير لجميع الشعب الجزائري الشقيق. أشكرك جزيل الشكر. ننطلق بالنقاش وفي النقاش بأعداد تزرع نوعا أو بإحصائيات تزرع نوعا من الأمل. في إيطاليا اليوم تم تسجيل فقط 4,000، نعم نقول فقط 4,000 حالة جديدة، لأنه في السابق كنا نتحدث عن 9,000، عن 10,000 حالة يوميا، حالة جديدة مصابة بكورونا فيروس في إيطاليا. اليوم عدد الحالات المصابة انخفض، لكن عدد الوفيات مرتفع جدا، 830 حالة وفاة اليوم فقط. كيف تفسر، كيف تقرأ لنا الأرقام، وكيف تقرؤون هذه الأرقام وتتابعونها في إيطاليا بروفيسور؟ الأرقام متابعينها من أول يوم في إيطاليا، يعني بتأمل إنه الدول العربية والجزائر، وإنه زي ما كنا أخرى نفس الشيء للدول الأوروبية، يتعلموا من الغلط اللي عملته إيطاليا في البداية، لأنه إحنا في خلال شهر وصلنا من إصابة واحدة إلى أزيد من 100,000 إصابة في إيطاليا، وأزيد من 10,000 اللي توفوا. هسا أنا كطبيب ويعني موجود في المستشفى، بالنسبة لنا تحليل علمي وطبي
هو كالتالي، أول شيء مهم إنه انخفاض باستمرار رقم الإصابات، انخفاض رقم اللي يدخلون للمستشفى باستمرار، انخفاض رقم اللي بخش لغرفة الإنعاش أو لأقسام الإنعاش، لأنه في إيطاليا في أزمة سرير بالنسبة لأقسام الإنعاش، وكثير توفوا في الأيام السابقة لأنه ما وصلوش لغرفة الإنعاش. هسه بالنسبة للإحصائيات كانت مرتفعة، وإحنا كنا ل 18-3، سوف تبدأ إنه الكورفا والخط إنه يصير استمرار عشان يبدأ ينزل بعد ما ارتفع كتير. أنتم الآن في حالة استمرار، في حالة استقرار الخط، أم إيطاليا وصلت إلى حالة الانحدار؟ هسه في حالة استقرار، ونتأمل إنه في الأيام القادمة يبدأ بالانخفاض. المهم إنه الخط يكون في أيام الاستقرار لمدة 3 أيام 4 أيام أو أسبوع، بتعلق في دولة لدولة. ليش؟ لأنه في عنا في إيطاليا صفات اللي هي سببت وصول هاي الأرقام القياسية بالنسبة للي توفوا، تقريباً 1% اللي توفوا أقل من 40 سنة عمرهم، 9% اللي توفوا عمرهم من 40 ل 50، و95% اللي توفوا عمرهم أزيد من 75 سنة مع أمراض المسنين سابقاً، مثل أمراض القلب، مثل أمراض السرطان، مثل أمراض الرئة، مثل أمراض جميع الأنواع اللي بتأثر على الجهاز المناعة، مثل أمراض الجلد وأمراض الثانية اللي في يعني الجهاز مشكوي. عشان هيك لما الكورونا فيروس يخش على جسم مريض مع 3-4 أمراض بسهولة إنه يوصل للخلية ويخش في الخلية ويحول الخلية إله ويستعمل الجسم، وفي مرض الكوفيد-19. عشان هيك إيطاليا وصلت لأرقام قياسية بالنسبة للي توفوا، وحسب رأيي في أوروبا وأمريكا نسبة اللي بتوفوا سوف تكون أعلى بكثير من الدول العربية والدول الأفريقية. ليش؟ لأنه عندنا في الدول العربية والدول الأفريقية في شباب، نسبة الشباب أعلى، نسبة القوة الجهاز المناعة إنه يقاوم الفيروس أزيد. ليش؟ لأنه كل الأمراض اللي صارت في أفريقيا أو اللقاح اللي صار للسكان في أفريقيا وفي ليبيا، مثل الملاريا، مثل الأيدز في أفريقيا، إيبولا، واستعملنا في نفس الوقت في المدة الأخيرة أمر الدواء ضد الملاريا وضد الأيدز وضد معناها اللقاحات التي قدمت للشعوب في أفريقيا ساهمت في تقوية. هل أفهم من كلامك بروفيسور علميا أن اللقاحات التي قدمت لبعض الشعوب في بعض الدول في أفريقيا ساهمت في تقوية مناعة هذه الشعوب ضد كورونا فيروس؟ هذا لابد منه، وهذا خبر يعني مفيد، وأنا سويت بحث عنه في نقابة الأطباء من أصل أجنبي والرابطة الطبية الشرق الأوسطية. ليش؟ لأنه شفنا في ليبيا حالي الوحيد اللي أجد من رجل راجع من السعودية. الجزائر نفسها أول إصابة كانت من شخص إيطاليا. من إيطاليا. عشان هيك أنا النداء اللي ضروري واللي عملناه اليوم إنه الدول العربية تأخذ جميع الإجراءات اللازمة وما تفكر إنه موجودة في إيطاليا ولا موجودة في ألمانيا ولا موجودة في أمريكا ولا في الصين. إيطاليا في شهر 1 حولت تاريخ إيطاليا من ناحية صحية، من ناحية علمية، ومن ناحية العدد القياسي اللي توفوا فيه. عشان هيك اللي إحنا طلبنا من وزارة الصحة الإيطالية إنها تستعمل الأدوية رسمياً للكورونا فيروس، في علاج قوي، ونسبة اللي توفوا خصوصاً ما هو هذا العلاج بروفيسور؟ قياسي في جواب إيجابي.
ايجابي مع علاج هاي الادويه ومع العلاج. ما هو هذا العلاج؟ ما هو هذا العلاج الذي ستطبقونه في ايطاليا؟ هسه رسميا بنطبق اولا العلاج ضد مع الدواء ضد الملاريا واللي استعمل ضد الملاريا، بعدين ضد الايبولا، ضد الايس. هي مش ادويه ضد الكورونا فيروس بس، ادويه كانت واثبتت مع البحث اللي عملناه انه في الدول الافريقيه اللي استعملوا اللقاح ضد الملاريا والايدز كان عندهم رقم الاصابات اقل. في نفس الوقت نستعمل دواء ضد الالتهاب المفاصل ضد الريوماتيزمو، انا اخصائي عظام وجراحه سرطانات وشفت انه في هاي الحاله الدواء كان له فائده كبيره على الشخص المصاب وكان عنده نتائج ايجابيه. ما اسمه هذا الدواء؟ هل هو الكلوروكوين؟ تقصد الكلوروكوين بروفيسور؟ هل تقصد الكلوروكوين الذي اعتمد هنا في الجزائر وفي فرنسا وفي دول اخرى؟ هل تسمعني بروفيسور؟ سامعك. هل تقصد بهذا الدواء الموجه لامراض الروماتيزم الكلوروكوين الذي يعتمد هنا في الجزائر وفي فرنسا؟ نفس الدواء اللي يستعمل ضد الالتهابات وهنا في ايطاليا مستعمل كثير، لانه اذا بنروح من ناحيه طبيه نشوف الفرق بين الالتهاب الريوماتيزمو والعظم هو يشبه الالتهاب اللي بيصير في الرئه اللي بيكونه الكورونا فيروس، واحنا بنروح على احصائيات طبيه مثبت فيها، يعني كان احصائيات عاليه من النتائج الايجابيه. شكرا. من الذين استعملوا هذا الدواء. ابقى معنا فقط بروفيسور، سأعود إليك لمواصلة النقاش حول هذه القضايا، وأعود كذلك إلى ضيفي السيد توفيق لوكال رئيس بلدية بولوغين. استسمحك لكن سنواصل النقاش وسنأخذ كل وقتنا في الجزء المقبل، لكن قبل ذلك الدول غير الموبوءة بكورونا فيروس، 20 دولة حول العالم لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا وهي دول آسيوية، اليمن، تركمانستان، طاجيكستان وكوريا الشمالية. دول إفريقية هي بوروندي، مالاوي، سيراليون، مملكة ليسوتو، جزر القمر وساو تومي. جمهوريات أوقيانوسيا، جزر سولومون، ناورو، فانواتو، ساموا وكيريبياتي. ولايات مايكرونيزيا المتحدة، مملكة تونغا، جزر مارشال، ساموا وتوفالو. هذه هي الدول المشاهدين التي أكيد أنه هنالك منكم من يسمع هذه الدول لأول مرة. هذه هي الدول التي لم تصاب، لم ينتشر فيها وباء كورونا فيروس، دول في أوقيانوسيا وفي آسيا وفي إفريقيا أيضا. سنعود لمواصلة النقاش هنا في الجزائر، كيف تتحضر البلديات لباقي الأيام، لباقي مرحلة الحجر الصحي، هذا من ناحية الإعانات والعمل الاجتماعي أيضا، مثلما تابعنا ومثلما وضعت الحكومة هيكلا سيكون العمل به في الأيام القليلة المقبلة. فاصل ثم نعود لمواصلة النقاش مشاهدين. أهلا بكم مجددا، مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم. سنتحدث في هذا الجزء عن بعض المظاهر في المجتمع الجزائري إلى غاية الآن، كيف وما مدى التزام الجزائريين بالحجر المنزلي، وبالمقابل هنالك فئة يقول البعض بأنها تضررت وكذلك تسمع وتوصل صوتها بأنها تضررت من إغلاق المقاهي والمطاعم، فئة التي تشتغل بأجر يومي في الجزائر، وبالتالي فكيف هو وضع هذه الفئة التي خصصت، وتكلم الوزير الأول قبل أيام بخصوصها عن تشكيل لجان في الحي من أجل وضع هيكل تضامني تنفيذي أكثر يسهل العملية في باقي الأيام. للحديث حول هذه المحاور معي السيد توفيق لوكال وهو رئيس بلدية بولوغين بالجزائر العاصمة. أهلا وسهلا بك الرئيس، مرحبا. أهلا وسهلا. شكرا، شكرك جزيلا. شكرا. في البداية قبل أن نتكلم عن الجانب التضامني فلنتكلم عن السلوكية الاجتماعية. بصفتك رئيس بلدية في بولوغين، ما مدى التزام المواطن في بلدية بولوغين بإجراءات الحجر المنزلي؟ الناس
راهم يبقاو في ديورهم أم هنالك انتشار عادي للمواطنين؟ والله السلام عليكم. اليوم باش نهضروا على المواطن الجزائري يعني وخاصة مواطن بلدية بولوغين، نقولوا الظاهرة تاع الحجر يعني ما راهوش يلتزمها المواطن. يعني اليوم انت تروح تشوف الناس دير، احنا في بولوغين عندنا سامباك، الناس تشري سميد يعني تشوفها للاسف دير في لاشان وهذا لاصق مع هذا، يعني ظاهرة يعني جوز على حومات تلقى دي جان ولا دي فيو مازالهم قاعدين يلعبوا في الضامه ولا يلعبوا في الكارطة، يعني تتساءل يعني ممكن تهضر معاهم يعني حد الان ما همش قادينها. الناس هي تلعب في الناس هي تلعب. اليوم انا نقول لك ظاهره، طليت دخلت للمكتب، طليت من المكتب لقيت دي جان يلعبوا في البالون، يعني كي هضرت معاهم ما خداوهاش بعين الاعتبار. الله نايتي وبليجي حتى عيطنا الامن الحضاري اللي راه مشكور السابع باش تدخل باش عاودنا مباراه في كره القدم. في كره القدم، كرة القدم راها متوقفة في العالم في الكرة الأرضية. والله ده. يعني نتأسفوا بالك لعبت اليوم فقط في يعني بولوغين. هنا نقولوا هنا نعاودوا نمدوا نداء ونطلبوا من يعني العائلات يعني أرباب البيوت، يعني واحد عنده باباه عنده يماه يعني عنده يعني يزقوا على أولادهم. يعني اليوم كي نقول لك أنا السبعة تاع العشية وقت الحجر، يعني نقول نشكروا جهة الأمن اللي راهم قايمين، يعني تشوف كيفاش يهضروا مع الليجان يهضروا كذا، يعني يقولوا سبعة للفوق أو كاين استجابة والناس راهي تدخل للبيوت ديالها. طيب أتوقف مشاهدينا لأتلو على مسامعكم الخبر العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة. الخارجية الجزائرية تؤكد بأن الجزائر استدعت السفير الفرنسي في الجزائر على خلفية بث قناة عمومية فرنسية مزاعم ومعلومات مغلوطة. هذا الخبر يظهر أسفل الشاشة مشاهدينا. الجزائر تستدعي رسميا السفير الفرنسي بالجزائر، ويأتي هذا على خلفية بث قناة عمومية فرنسية مزاعم ومعلومات مغلوطة تمس شخصيات وتمس الدولة ومؤسسات في الدولة الجزائرية، وبالتالي الجزائر تستدعي السفير الفرنسي هنا في الجزائر. مشاهدينا هذا هو الخبر العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة. الخارجية الجزائرية تؤكد بأن الجزائر استدعت السفير الفرنسي هنا في الجزائر. يأتي هذا على خلفية بث قناة عمومية فرنسية مزاعم مغلوطة ومعلومات مغلوطة. طيب، والخارجية الجزائرية تكلف سفير الجزائر بباريس برفع دعوى قضائية ضد هذه القناة الفرنسية العمومية. مشاهدينا أذكر بهذا الخبر العاجل، الجزائر تستدعي رسميا السفير الفرنسي في الجزائر بعد بث قناة عمومية فرنسية معلومات ومزاعم مغلوطة تمس شخصيات ومؤسسات الدولة الجزائرية. الجزائر كذلك كلفت رسميا سفير الجزائر بباريس من أجل رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة العمومية الفرنسية. البيان صدر في الحين مشاهدينا من وزارة الخارجية الجزائرية، يؤكد بأن الجزائر تستدعي رسميا السفير الفرنسي بخصوص بث قناة تلفزيونية فرنسية عمومية لمزاعم مغلوطة ولمعلومات مغلوطة تستهدف وتمس الجزائر ومؤسسات وكبار مسؤولين في الجزائر. الجزائر تكلف رسميا سفيرها بباريس من أجل رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة العمومية. الخبر والبيان كما تلاحظونه في الشاشة الآن، بحسب وزارة الشؤون الخارجية فإن الجزائر استدعت رسميا السفير الفرنسي في الجزائر اليوم بتاريخ 31 من مارس من الوزير وزير الخارجية من أجل تقديم توضيحات تتعلق بكذب ومعلومات مغلوطة وكاذبة تتعلق بالسلطات في الجزائر بكبار المسؤولين في الجزائر وبمؤسسات الدولة في الجزائر في قناة تلفزيونية عمومية.
والجزائر طلبت كذلك من سفيرها في فرنسا مشاهدين برفع دعوى قضائية ضد القناة العمومية، وتبلغ كذلك رفضها للسلطات لوزارة الخارجية. كما تتابعون هذا هو البيان مشاهدين رسميا، البيان الرسمي من وزارة الشؤون الخارجية تؤكد فيه كذلك السفارة الجزائرية في النص الأخير بأن السفارة الجزائرية في باريس تم تكليفها من أجل رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التي بثت هذه المعلومات المكذوبة والمغلوطة كذلك. نذكر مشاهدينا وهذا البيان الذي تشاهدونه صدر للتو من وزارة من مصالح وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، يتحدث عن معلومات مغلوطة فيما يتعلق بمجهودات الجزائر في إطار مكافحة كورونا فيروس كوفيد 19. بثتها قناة عمومية فرنسية معلومات مغلوطة تستهدف وتمس الدولة الجزائرية، شخصيات ومؤسسات كبار المسؤولين في الجزائر. طيب، كان هذا الخبر العاجل الذي تتابعونه، وأكيد ستكون لنا متابعات فيما يتعلق بهذا الخبر في باقي مواعيدنا الإخبارية ونقاشاتنا أيضا. أعود إليك سيد توفيق لوكال، كنا نتكلم عن سلوكيات المواطنين فيما يتعلق بالحجر المنزلي، تكلمت وذكرت جزئية طوابير لشراء مادة السميد، لكن هل وفرتم البديل حتى لا يتوجه المواطن إلى هذه الطوابير؟ وفرتوا له البديل؟ والله كانت تعليمات من سيد الوالي المنتدب دائرة الإدارية لباب الواد، يعني كان باتصال مع مديرية التجارة وين كاين لونغار، عندنا غرونغار اللي هو حضيرة لوتوزا، يعني وين راح يكون لو بوان دو فونت. تفضل. لو بوان دو فونت بور لاشا تاع سميت. يعني احنا قمنا باول عمليه اللي كانت البارح وين خدينا شاحنه ودينا 150 شكاره تاع سميت طلعناها. كيفاش خديتو وديتو؟ شراتها البلديه؟ يعني كانت البلديه هي اللي شراتها وطلعناها للحي صغاره وين ديناها باش عاودنا لها البيع بالصومه اللي شريناها. يعني نتاسف من بعد المواطنين، يعني النظام ما كانش من المواطن تقولوا نعطيك شكاره باش كاينه 150 شكاره تاع 10 كيلو، يعني تقولوا نعطيك وحده، مواطن ما يتقبلش عطيني زوج. يعني اليوم حنا كانت ناس ضمنت وخلصنا السميد هذا كان بثمن، يعني كي كملنا حنا البيع تفاجئنا لقينا الثمن هذاك ما عاودناش لميناه. يعني اليوم نداء للمواطن، يعني باش وبعتوا بنفس الثمن ما ديتوش الفائده، شي نورمال. وبعد ذلك ما قدرتوش تجمعوا الثمن اللي شريتوا به السميد، ما جمعناش، بعتوه بالخساره. بعناه بالخساره. مي اليوم حنا واش نقولوا بناء على تعليمات سيد وزير الاول اللي كانت في 28/3/2020، يعني باش طلب منا باش نديروا خليه للبلديه لليقظه ومتابعه ازمه. نعم. الكورونا فيروس. يعني اليوم درتوا هذه الخليه، انطلقتوا يعني احنا هذه الخليه رانا خدمناها. هذه خدمناها تحت الاشراف تاع الوالي المنتدب للدائره الاداريه، وين قسمنا بلديه بولوغين اون وي زون، يعني كل زون خرجنا لي زادريس اللي تابعين ليها. اتصلنا دابري تعليمه لازم يكون رئيس اللجنه في لا زون هذيك. حنا وين حطينا كاين وين رئيس اللجنه درنا منتخب، وكاين وين درنا رئيس جمعيه، كاين اللي درنا وين رئيس الكشافه الاسلاميه الوداد راهم معنا، عندنا جمعيات يعني اللي معروفه في بلديه بولوغين. واتصلنا ثاني بالناس اللي يعني عندهم علاقه بالحي، تلقاه في الحي تاعو يعرف الحي تاعو مليح، يعرف الناس باسكو في هذه التعليمات يحترموه. وعندنا ثقه، لازم بلديه تخدم مع ناس اللي يكون عندهم ثقه. نعم. يعني طلبوا منا وين درنا دي بوان بوان، يعني وين غدوه يكون الحجر الكلي، يعني دونك لازمنا ان بوان. راكم جاهزين؟ رانا جاهزين من ناحيه الهيكل، معناتها واش تنتظروا الان؟ يعني احنا التعليمه اللي مدها وزير الاول وحنا وجدناها لقينا فيها اقبال كبير من المواطنين. يعني اليوم وين الخليه وسعناها
وعندنا ناس راهي مجنده، كاين ناس يعني اليوم وين حنا لقينا كاين اليد في اليد، يعني من كاين مواطنين تقدموا لي عندهم فورغون، عنده كاميو، ناس معروف، قال لك انا راني هنا واجد. يعني اليوم وين طلبوا منا نشوفوا العائلات المعوزه وين كانت حنا، باش ما ننساوش شكون رانا داخلين على الشهر العظيم رمضان، يعني وين كنا حنا وجدنا القائمه تاع العائلات المعوزه. يعني ربما قائمه العائلات المعوزه قد تتوسع اكثر جوستومون، توسعت وراء البروبليم. يعني كي كان دوك هذا الحجر، وين كان التعليمات تاع رئيس الجمهوريه، وين الترونسبور حبس، وين المقاهي اللي يخدم في الحافله، يعني يخدم في المطعم، واللي يخدم في المقهى، واللي يخدم في السوق. يعني اليوم راهم يتساءلوا هاد المواطنين، راهم تقدموا للبلديه، يعني راهم جاو لكم جاو للبلديه، وين راهم يتساءلوا. يجيك انا جاني ريسيفور قال لك انا كنت نخدم دوك اونوار، دوك انا حبست، انا درك ما عندي حتى مدخول. يعني اليوم راهم يتساءلوا. حنا اليوم رانا طمناهم وقلنا لهم عندنا تعليم السيد الوزير، رانا خدمنا الخاليه، دوك حنا رانا نخدموا مع الوالي المنتدب يوميا. حنا اليوم الخاليه راهي واجده، حنا نقولوا المواطن بلديه بولوغين كو بلديه بولوغين. بصح واش عندها الخاليه؟ ماذا ستقدم؟ هي واجده اشخاص فقط. راهي واجده اشخاص بناء على تعليمات السيد الوزير. قال لكم وجدوا اشخاص. وجدنا الاشخاص. بعد ذلك ياتي الدعم من يعني الدوله ولا كيف؟ كاين دعم من عند الدوله. يعني دوك حنا رانا كما نقول لك واجدين، ورانا نستناو يعني اليوم غدوه الازمه تكون، يعني الخاليه راهي واجده. طيب الدعم هذا اللي من الدوله راح تعاونوا الناس اللي كانوا يشتغلوا وتوقفوا لأن المطاعم أغلقت والمقاهي أغلقت، أم سيوجه إلى العائلات اللي هي أصلا معوزة؟ لمن راح يتوجه هذا الدعم؟ شوف الأخ العزيز، يعني احنا دابري لارينيون اللي درناها مع الوالي المنتدب والتعليمات اللي كانت صارمة، قالك احنا الخلية هذه اللي وجدناها سيكوا الخلية، علاش قسمناها أويزون؟ حنا خدينا دوك المواطنين اللي درناهم معنا في الخليه، هما اللي يعرفوا جيرانهم، هما اللي يعرفوا العائلات، باسكو كاين هنا كاين اللي ماهوش فاهم، هنا كاين العائلات المعوزه وكاين مساعده، يعني قال لك مام تساعد، كاين عجوزه مام عندها مي ما تقدرش تخرج. أوكي. يعني اليوم هاد ولاد حومتها هما يعرفوها. طيب. يعني اليوم حنا رانا واجدين. سنفصل اكثر وتحول الى بلديه اخرى غرب الوطن، الى بلديه بوسفر بوهران. نظيرة بوداليا وهي رئيسة البلدية، رئيسة بلدية بوسفر بوهران، أهلا وسهلا بك سيدتي، مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام، مرحبا. طيب نحن بصدد الحديث عن هذه اللجان التي تحدث عنها الوزير الأول من أجل وضعها كهيكل لتقديم مساعدات للتضامن فيما بين البلديات وبين المواطنين كذلك. ماذا عن بلدية بوسفر في وهران؟ هل انطلقت سيدة نظيرة في إعداد هذا الهيكل؟ هل بدأتم تتلقون مساعدات من أجل توزيعها على المواطنين المتضررين من هذه الوضعية أو من إغلاق المقاهي والمطاعم وتوقيف النقل مثلا وباقي المهن الأخرى؟ شكرا سيدي. للتعليم الأول، بلدية بوسفر صوت غير واضح أعتقد. نعم سأعود إليك سيدة نظيرة بوداليا، سأعود إليك عندما تتحسن جودة الصوت، سنعود إليك. طيب مشاهدينا، أتوقف فقط لأذكر بالبيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء، حيث استدعى وزير الخارجية اليوم سفير فرنسا بالجزائر ليبلغه احتجاج الجزائر الشديد على التصريحات الكاذبة والبغيضة وكذا القذف ضد الجزائر التي تم الإدلاء بها مؤخرا بأحد البلاطوهات التابعة لقناة عمومية فرنسية، أعتقد نعم التابعة لقناة تلفزيونية، البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أن وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم الثلاثاء 31 من مارس 2020 سفير فرنسا بالجزائر على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة التي تم تداولها على بلاطو والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في إحدى البلاطوهات بقناة تلفزيونية عمومية فرنسية. وأضاف ذات المصدر أن وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا
للجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده. تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد كوفيد-19. وقد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لرفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر. مشاهدينا، كان هذا بيان وزارة، وكان هذا نص بيان وزارة الشؤون الخارجية. لا أدري إذا تبقى لنا القليل من الوقت أم نتوجه إلى فاصل. نعم، نتوجه إلى فاصل قصير ثم أعود لمواصلة النقاش مع ضيفتي من وهران، مع ضيفة الاستوديو، وسنعود كذلك إلى روما، إلى إيطاليا، إلى البروفيسور فؤاد، عودة لنقرأ كذلك في ونستشرف في حالة كوفيد-19 في العالم ككل. أهلا بكم، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم. سنواصل الحديث عن العمل التضامني، عن مجهودات وكذلك تحضيرات البلديات للمواطنين، خاصة الذين سيتضررون من الحجر المنزلي. طيب، معي هنا في الأستوديو دائما سيد توفيق لوكال، وهو رئيس بلدية بولوغين. أهلا بك مجددا. ومعنا عبر الهاتف كذلك على الهواء مباشرة سيدة نظيرة بودالية، وهي رئيسة بلدية بوسفر بولاية وهران. أهلا وسهلا بك سيدة نظيرة، مرحبا. السلام عليكم سيدة نظيرة، هل تسمعين؟ استمعي إلينا فقط عبر سماعة الهاتف وخفضي من جهاز صوت التلفزيون سيدتي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا كان ممكن من الزملاء التقنيين أن يرفعوا لنا الصوت فقط، منخفض جدا. سيدة نظيرة، طيب، كنا نتحدث عن تحضيرات واحدة من بلديات الجزائر العاصمة بولوغين، كيف تحضر تطبيقا للهيكل الذي تكلم عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد قبل أيام فقط؟ فماذا عن بلدية بوسفر، وماذا عن التزام كذلك المواطنين في بلديتك بإجراءات الحجر؟ ولاية وهران دخلت كذلك إلى الولايات التي هي تحت حجر منزلي في قبل يومين. ألو، تفضلي تفضلي سيدتي، أسمعك، هل تسمعين؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هل استمعتي إلى سؤالي سيدة نظيرة؟ نعم، تنفيذا للتعليمات السيد الوزير الأول، قامت بلدية بوسفر بتنصيب اللجنة فيما يخص الإحصاء الأسر المعوزة التي تحتاج إلى الإعانات في هذه الفترة خلال الحجر الصحي. ومن خلال هذه اللجنة قمنا تنصيب عدة 4 خلايا. قسمنا بلدية بوسفر على 4 مناطق كبرى، وهناك 4 خلايا، وكل خلية يترأسها منتخب، وهناك إمام والمجتمع المدني. هذا فيما يتعلق بالهيكل. ما هي الإمكانيات التي هي تحت أيديكم الآن؟ ماذا تمتلكون الهيكل فقط أم هناك إعانات بدأت تصل إلى البلدية؟ نعم، أولاً بدأنا بإحصاء الأسر المعوزة، هذه أول عملية قامت بها بلدية بوسفر أو اللجان التي تقوم بهذه. حالياً نحن نتلقى بعض المكالمات الهاتفية أو بعض المساعدات فيما يخص الإعانات من طرف المحسنين، ولكن ما زالت محتشمة. معنى ذلك لا تلبي عدد الطلبات أو عدد التسجيلات التي نحن بصدد تقييدها على مستوى البلدية. طيب، العائلات المعوزة هي التي ستتلقى هذا الدعم، لكن هنالك فئة أخرى تضررت من قرارات إغلاق المقاهي قلنا أو المطاعم التي كانت تشتغل في السوق السوداء. هل هذه الفئة كذلك هي تحت نظركم وتحت برنامجكم؟ نعم، خاصة هذه الفئة هي لقد أخذناها بعين الاعتبار، لأن هذه الفئة من المواطنين هي المتضررة حاليا. كان هناك أناس يعملون الأجرة اليومية، والآن هم عاطلين على ذلك، لا عمل لهم. ستتكفلون بهم؟ هذا الأسر من أولويات البلدية بوسفر.
ممتاز، كل التوفيق لك وكل التوفيق لهذه اللجان التي ستتوزع عبر بلديات الوطن. أشكرك جزيل الشكر سيدة نظيرة بوداليا رئيسة بلدية بوسفر بوهران، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا. لا شكرا على الواجب سيدي. شكرا، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق شكرا. وشكرا لرئيس بلدية بوليغوين أيضا. شكرا. شكرا، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك سيدة توفيق لوكال، عندكم حالة مؤكدة مصابة بكورونا فيروس في بولوغين؟ يعني الحال حاليا راهي ثلاثة حالات مؤكدة في بلدية بولوغين متواجدة بالمستشفى. طبعا مستشفى مايو. طيب ماذا عن الحجر الصحي؟ هل خصصتم مناطق أم فنادق أم فضاءات مخصصة للحجر الصحي تحسبا لا قدر الله لأي طارئ؟ يعني بلدية بولوغين الأماكن المعدة للحجر الصحي خصصنا مدرسة النظافة، مركز بيداغوجي للمعوقين، فندق سيدي طامر، وفي أعالي بولوغين قاعدة متعددة رياضات اللي علي وراق، دار الحسنة ومركز التكوين المهني. طيب. وحاليا اليوم كان تنصيب أيضا لو سونتر كولتورال تاع بولوغين، يعني اليوم وين كانت مديرية الرياضة والشباب سي طارق قام ب المركز باش يولي يستضيف ليزدياف ان شاء الله. طيب يعني انا كنت اتوجه الى هذه النقطه، هنالك اناس بدون ماوى في الجزائر العاصمه، عاده نلتقيهم في الشوارع، اليوم العاصمه في الليل كل الفضاءات مغلقه، وبالتالي ربما لا يجدون ولا اكل ولا اي مستلزمات اخرى كانت تقدم لهم في الأيام العادية. اليوم نحن في ظرف استثنائي، ماذا خصصتم للفئات بدون مأوى أولا، وكذلك للعائلات التي تقطن في سكنات غير لائقة؟ يعني اليوم والي ولاية الجزائر كلف مديرية شؤون اجتماعية للولاية، وخدينا المركز لبولوغين يعني الثقافي، مركز الثقافي لبولوغين اللي هو في نهج امير خالد، اليوم راهو يعني تميناجا وداروه يعني باش يستقبل لي استقبلتهم ولا مازال؟ يعني اليوم اللي كان لاميناجمون تاعو يعني ابارتي دومان نبداو نحوسوا يعني الناس اللي راهم بدون ماوى اللي راهم برا. وبخصوص العائلات اللي راهي فوضوي في سكنات غير لائقه، يعني احنا كبلديه بولوغين قمنا باحصاء هاد البنايات الفوضويه، وجازوا على لا كوميسيون دو فاليداسيون او نيفو دو لا دايره، وراهم او نيفو على لجنه اعاده الاسكان لولايه الجزائر. احنا عندنا عده احياء فوضويه لبولوغين اللي هما معروفين، يعني حي سيدي بن نور، لينابيع، سيمانفور، ياسف ارزقي، جايس دو مولان، يعني هادو راهم محصيين لي دوسي تاعهم فاليدي، يعني مع هذا الظرف الحالي اللي حبست عمليه اعاده الاسكان. وما ننساوش عندنا عده بنايات اللي راهي مهدده للانهيار ومصنفه بالخانه الحمراء من 2014. يعني مع والي ولايه الجزائر الحالي بدينا ندرسوا في هذه الملفات، واليوم نعتذر على هذا الوباء اللي طاح يعني على الجزائر عاما ماشي قال بلديه بولوغين. طيب. اللي تعطلت، ورانا اليوم نشطوا اللي رانا نصبنا خليه اليقظه ومتابعه الازمه الكورونا. ممتاز، قبل ان نوصل الحديث نتوجه على الهواء مباشره الى ولايه البليده، الى مفدنا من هنالك الزميل وليد حمداد. اهلا وسهلا بك وليد، مرحبا. مساء الخير يوسف، مساء الخير لضيفك الكريم، ومساء الخير لمتابعي ومشاهدي قناة البلاد أينما كانوا. شكرا، كل الشكر وكل التحية. أنت تقف الآن وتظهر خلفك الأمطار، نتمنى أن تكون أمطار خير على مدينة البوليدة. نعم، يا أمطار الخير يوسف إن شاء الله. إن شاء الله، وعلى المواطن في ولاية البوليدة. طيب الآن الجميع أعلن تضامنه مع المواطنين في ولاية البوليدة في الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن ماذا عن الواقع، عن الميدان؟ هل تصل هذه الحملات، حملات التضامن، هل تصل الإعانات، هل يصل التموين إلى إخواننا في ولاية البوليدة؟ نعم،
يوسف، القوافل الإعانات لم تتوقف هنا بمدينة البليدة وبمقر الولاية، يعني صبيحة اليوم وقفنا على وصول قافلة يعني مشكلة من 22 يعني شاحنة مقطورة كانت تحمل مختلف المواد الغذائية حتى اللحوم البيضاء، البيض، الحليب ومشتقاته. المشكل لا يكمن في وصول الإعانات لكن يكمن في طريقة توزيع هذه الإعانات، وهو الأمر الأساسي حتى تصل لأصحابها أو أصحاب الظل كما يقال هنا. لذا فوالي ولاية البليدة اتخذ تدابير يعني بالاعتماد على الكثير من الجمعيات المعتمدة والجمعيات التي لها باع هنا في البليدة على غرار جمعية كفيل اليتيم، من أجل يعني توضيح الرؤية ومن أجل يعني توصيل الإعانات لأصحابها. فاليوم بداية من الساعة 3 زوالا انطلقت يعني عملية التوزيع، حيث تكفلت جمعية كفل اليتيم بتوزيع تقريبا 2000 قفة لأصحابها، وغدا ستكون هناك حملات أخرى حتى يعني يكون المواطن طيب يعني في هذه الفترة. وليد، تشتغل باستمرار في ولاية البليدة ولديك احتكاك نعم. بالمواطنين باستمرار طوال اليوم في ولاية البليدة، من هي الفئة المستهدفة من هذه الإعانات؟ هنالك فئات فعلا هشة معوزة حتى في الأمور الطبيعية وفي الأوضاع الطبيعية تحتاج إلى إعانات، لكن هنالك فئات أخرى تضررت بعد وضع ولاية البليدة في الحجر الكامل وإغلاق المحلات وكذلك الفضاءات التي كانوا يشتغلون فيها بأجرة يومية. هل أخذت الجمعيات وأخذت السلطات هذه الفئة بعين الاعتبار من أجل دعمها؟ هنا سؤالك في محله يوسف. هناك الفئات المتضررة يعني الحلاق والذي كان يشتغل مهنة حرة وكذا، يعني الآن أصبحوا بدون دخل، وهما يعني تم إحصاؤهم من خلال لجان الأحياء يوسف. يعني التوزيع على مستوى الولايات منحت على مستوى البلديات، ثم البلديات يعني اتصلت مباشرة على مستوى لجان الأحياء، ولجان الأحياء تشتغل يعني بالتواصل مع المساجد يعني حتى يتم إحصاء العائلات المعوزة والتي تحتاج للإعانات، وهو ما يحدث الآن فعليا. يعني الكثير من العائلات استفادت من القفف، ونتمنى أن تتواصل الحملات يعني هاته خلال الساعات القليلة المقبلة. هناك أمر مهم جدا أيضا يوسف، هو يعني المواطنين يعني الرسالات الخاصة بالتوعية وعدم الاحتكاك واستعمال يعني الأساليب الوقاية. يعني بمجرد مرور تقريبا 7 أيام عن الحجر الصحي الكلي، الرسالة وكأنها ذهبت في مهب الريح. منذ قليل قمنا بجولة في ولاية البليدة، يعني شفت صورة يعني مع يعني لم تعجبني كثيرا، وصبت شخصين يتسالموا يعني وكأن الأمر رانا في 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 في, في يعني سائل أيام، لا أثر لوجود وباء ولا أثر لوجود مظاهر سلبية تظهر في الشارع، لا يوجد التزام صارم بالحجر المنزلي والصحي. هذه عينة من عينات كثيرة منذ قليل، ويعني في المكان الذي يعني أنا بصدد إعداد المباشر فيه كانوا هناك أشخاص تحت الجسر حتى جو رجال الأمن يعني دخلهم للمنزل. أنا نقول من هذا المنبر يعني على المواطنين أن يتوعوا، لأن الأمر خطير وخطير جدا، ونواقيس الخطر دقت، وما يخذوش الأمور باستهزاء، لأنه الوباء خطير وانتشاره في فرد من العائلة راح يودي بعائلة بأكملها. ونقول لهذا الشبان ما تخموش على روحكم، خموا على والديكم اللي ما عندهمش المناعة، وخموا على يعني أمهاتكم وأبائكم اللي ما يقدروش يجابوا هذا المرض، خاصة في الوضع الحالي وفي الوقت الحالي هنا في مدينة البليدة. أشكرك جزيل الشكر وليد حمدادو، ومثل ما يرابط الأطباء والأطقم الطبية في المستشفيات فأنتم كذلك ترابطون في شوارع البليدة في هذه الظروف الصحية والمناخية الصعبة من أجل إيصال المعلومة للمواطن الجزائري. فكل الشكر لك وللزميل المصور والسائقين كذلك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا وليد حمدادو من ولاية البليدة، وأتوقف لنقرأ كذلك هذا الخبر الهام الذي يظهر أسفل الشاشة. الرئيس عبد المجيد تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي أردوغان، الرئيسان تبادلا الآراء حول مستجدات الوضع في ليبيا، الرئيسان تطرق إلى وضع الرعاية في كلا البلدين والاتفاق على التعاون لإجلاء الرعاية الجزائريين العالقين في تركيا، الاتفاق على التعاون لإجلاء الرعاية الأتراك العالقين في الجزائر أيضا، عملية الإجلاء تبدأ يوم الجمعة. وشاهدنا قبل أيام انتشرت العديد من الفيديوهات لمواطنين جزائريين عالقين
في مطارات أو في مطار إسطنبول بتركيا. الرئيس عبد المجيد تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي طيب أردوغان. الرئيسان تبادلا الآراء حول مستجدات الوضع في ليبيا. الرئيسان تطرقا إلى وضع الرعاية في كلا البلدين. الاتفاق على التعاون لإجلاء الرعاية الجزائريين العالقين في تركيا، والاتفاق كذلك على التعاون لإجلاء الرعاية الأتراك العالقين في الجزائر. عملية الإجلاء ستبدأ يوم الجمعة المقبل. هذا فيما يتعلق بتركيا، بالجزائريين العالقين في تركيا والأتراك العالقين حتى هنا في الجزائر. أختم معك، لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، سيتوفيق لك الرئيس بلدية بولوغين فيما يتعلق بالتموين. أبرز مسألة يتساءل عليها الجزائريين اليوم، هل من تنسيق فيما يتعلق بتموين بالمواد الغذائية الأساسية؟ ما كاش مشكل كاين تنسيق مع المصالح التجارية الأخرى، كيف؟ يعني رانا نعاود ناكد لك يعني بعد التعليمات، يعني اليوم حنا رانا واجدين وعندنا لو غرون اونغار تاع لي توزا اللي راهو في عمر، والناس يعني اليوم كنت مكالمه هاتفيه مع الوالي المنتدب، يعني حنا رانا واجدين، يعني اليوم غدوه لو كان يقولوا بلي كاين الازمه يعني يكون الحجر الكلي المنزلي، يعني رانا واجدين، يعني نتلقاو لي دون دونك على حسب التبرعات والدوله راح تتكفل، يعني عندنا معلومه بلي الدوله راهي راح تتكفل. يعني اليوم حنا رانا واجدين ولقينا اقبال كبير من المواطنين اللي راهم واجدين باش يعاونوا البلديه. ممتاز، اشكرك جزيل الشكر سيد توفيق لوكا رئيس بلديه بولوغين على ما قدمته لنا من افكار ومن معلومات ايضا. شكرا جزيل الشكر. شكر كذلك موصول للسيده نظيره بودالي رئيس بلديه بوسفر التي كانت معنا مباشره عبر الهاتف من وهران، والى البروفيسور فؤاد عوده رئيس نقابه الاطباء الاجانب في ايطاليا الذي كان معنا مباشره من واحد من مستشفيات روما وافادنا بالكثير من المعلومات. والشكر موصول لكم كذلك.